طوابير طويلة لموالين قدموا من مختلف بلديات ولاية صعيدة، هدفهم بلوغ مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة للحصول على حصتهم من الشعير 5 أيام على الأقل، وهم ينتظرون دورهم وسط استياء كبير. أيام رانا نقعدوا هنا عاد باش ديفايش. شو التنظيم؟ المشكلة التنظيم، خاصنا تنظيم ما كاش تنظيم. وهنايا رانا كي نقارو هنايا برا رانا في سلافيل راك تجيني سيركي لاسيو، أيا دروك حنايا كي نديرو. نطلبوا من المدير تاع الفلاحة والوالي وكاع يدخلوا في الأمر تاعنا، يشوفوا لنا حنا يديروا لنا ينظمونا، يديروا لنا كل لادات بالواحد كيما دوا له الآخر، يجي يديروا له لادات يعينوا له النهار تاعه اللي يجي يدي فيه. باه ما تصراش هذه المشاكل، باه تساوني هذه الامور تاع لاشين، رانا نتلقوا مشاكل في الطريق من لابوليس ومن وراها في السونتر فيل، ماهيش برا، كون جات برا ما عليهاش راها في السونتر فيل. الداخل يقول لك ما تباتش، ماذا بينا ما تباتش، ممنوع علينا. شكون طوابير كبيره وين والله ولا هودوا لتحت وين كان بالاولى ما كانش. رانا موالهم باتوا بالسيمانه ها الغطا وين، بالدليل ها الغطا. راهم يجيبوا لنا تاع الفارينه باه يسرجوا من الكومبلكس يجيبوهم لنا الجاردة وخلوا الفلاحه قاعدين ها الدليل، راهم كمان مبلعين الطريق. نحن بدورنا نقلنا انشغال الموالين لمديرية المصالح الفلاحية التي أكدت أن انشغالات الموالين مشروعة والمشكل سيحل في أقرب الآجال. نظر لانشغال إخواننا للموالين الذين يسحبون مد الشعير العلفي على مستوى المخازن الخاصة بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بوسط المدينة، الذين رفعوا لنا انشغالات العديد من الطوابير. نطمئن السادة الموالين أنه هذا الانشغال المرفوع أمامنا نطمئنهم أنه سنتدخل لرفع هذا الانشغال، وهذا لصالح سير العملية بسلاسة. تسهيل الحصول على حصة الموالين من الشعير ضرورة في إطار تشجيعهم على زيادة الإنتاج والتخفيف من أعباء شراء تغذية الأنعام من نقاط البيع التابعة للخواص بأسعار باهظة.